اهلا ومرحبا بكم في قناه نغمات الاطعمه. معكم سهير من قناه نغمات الاطعمه. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هصور لكم النهارده بقى ايه لحمه الاضحيه، والاستاذ احمد معانا هيقول لكم كل المواصفات والعنوان وكل حاجه بقى عن ايه عن الذبيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه واخبارك ايه؟ عامل صوتك شويه. تحب بقى ايه تنصح المشاهدين بايه وتقول لهم بقى الذبيحه بتتذبح ازاي كده يعني؟ بص، الاول نقول لك المواصفات الاضحيه. المواصفات الاضحيه بيبقى زي ما انت شايفه كده، هو الخروف. بيبقى خروف كسر جوز اهم حاجه. اسمه كسر جوز؟ يعني بصي، ده خروف كده كسر جوز، هو ده غالي. زي ما انت شايفه. تمام؟ دي مواصفات الاضحيه. القرون بتاعته. بس طيب يعرفوا ازاي بقى الذبيحه كويسه من اللي مش كويسه كده؟ بصي، زي ما انت شايفه كده، الحمد لله احنا دي تربيه بيتي اصلا ما شاء الله. يعني الحمد لله بندي الفا وبرسيم ودبلي، فالحمد لله بفضل من ربنا علينا يعني عن التربيه عشان الناس تسمع. ايوه، علي لهم صوتك شويه عشان الناس تسمع. بقول لك ان الحمد لله بنربي تربيه بيتي، يعني الحمد لله يعني ما شاء الله حاجتهم حلوه صراحه. برسيم وعرش بطاطا كده يعني. يعني حاجة صحية كمان يعني مش أي حاجة. ما شاء الله. طيب النهارده يعني إيه تحب تنصح المشاهدين بإيه بقى؟ لما يجي يشتروا الخروف، يشتروا الخروف اللي عامل إزاي؟ اللي هو زي ما أنت شايفة كده يعني. بصي، المواصفات زي ما أنت شايفة كده، خروف زي كده، صلاة النبي الله أكبر. ما شاء الله. يكون ظهر عالي كده؟ إيه؟ الظهر لما يكون عالي كده يبقى حلو. زي ما أنت شايفة كده، ما يبقاش صوفة عالية. بصي، أنا الحمد لله كلها عندي شعرها مراشي. ما شاء الله. الله أكبر. اللحم طيب يعني زي ما انت شايف. بسم الله ما شاء الله. صوت النبي يعني. طب لو الخروف شارب ملح يعرفوا ازاي بقى؟ بص، هو الزبون ما يعرفش من الحته ديت، يعني بيبقى منفوخ والكلام ده كله يعني. ما بيبانش عليه حاجه؟ بيبان، لا ممكن يبقى منفوخ مثلا. واقف، ما بقاش في طبيعته في الاكل. زي ما انت شايف كده، الخروف واقف في طبيعته، بياكل براحته. بيشرب براحته والكلام ده كله، لكن لما يكون واخد ملح والكلام ده كله بيبقاش في طبيعته يعني. لما يكون شارب ملح والكلام ده مبقاش يخرج بطبيعته. طب الناس بقى لما تيجي لك هنا تجي لك ازاي؟ عنوانك ايه؟ العنوان بتاعي انا حلال قبه، شارع مصر السودان. تمام. من شارع الجروش. من شارع الجروش. طيب فيش رقم تليفون ولا حاجه؟ 011 4513 8060. تمام. احنا برضو بنذبح هنا اهوت عندنا. يعني عندك هنا برضو اللي بيشتري بيذبح؟ بنذبح. عندنا نوت وبنعمل الحمد لله شغل حلو من اول الزبون يعني. يعني لو حد حب كمان يشتري الخروف يشتري الخروف بتاعه، بنذبحه له في العيد وبنوضبه له كمان يعني، بنعمله التفريق في اكياس. والتوضيب بنعمله في اطباق. عايز ريش بنعمل له، عايز فخده فرن بنعمل له، عايز كباب يعني. بصوا يا جماعه بقى، هيريحكم من كله. يعني استاذ احمد هنا ما شاء الله يعني، عايز نعمل له اللي هو عايزه. وبيبيع حاجات كمان تانية يعني، عندهم برضو دواجن وكده. النهارده الخرفان صاحي بكام يا استاذ احمد؟ هو سعر الكيلو حاليا دلوقتي 90 جنيه. 90 جنيه كيلو صح. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. على كلمه الكل، مستنيه تعليقاتكم. تنوروني بالاشتراك في القناه. اي استفسار انا هرد عليكم بنفسي. والسلام عليكم ورحمه الله.